بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا سيدنا محمد، ألف صلاة وألف سلام عليه. سيد رئيس مجلس الأمة، سيد رئيس مجلس الشعب الوطني، سيد الوزير الأول، سيد الفريق الأول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، سيد رئيس المحكمة الدستورية، سيدات والسادة أعضاء الحكومة، سيدات والسادة الولاة، أيها الحضور، نلتقي في هذه المناسبة لقاء الحكومة بالولاة بعد تكريسه كتقليدا دوريا هاما للحوار، وهو اللقاء الذي يهدف إلى إضفاء الفعالية على أداء الجماعات المحلية وإلى متابعة تنفيذ القرارات المتخذة في مختلف القطاعات برؤية جديدة تهدف إلى إحداث التغيير اللازم في الذهنيات والمفاهيم من خلال القضاء على الممارسات البيروقراطية والطفيلية. وإنني في هذا الصدد ومن أجل بلوغ الغايات المتوخات من القرارات والإجراءات المتخذة لتسريع سير العمليات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، أدعو مرة أخرى إلى التحرر من التردد والتحلي بروح المبادرة والجرأة، وهي الروح التي أشدد على وجوب توفرها في هذه المرحلة التي نخوض فيها تحديات عديدة تتعلق بمشاريع استراتيجية كالأمن الطاقوي والغذائي والمالي إلى آخره، ونسعى فيها في نفس الوقت لتثبيت أسس الحوكمة الجديدة من خلال خلق الظروف المحفزة على ترقية الاستثمار وتنويع مصادر التمويل على مستوى الولايات بالاعتماد على الإمكانيات المتوفرة محليا ومن خلال تحسين أساليب التسيير المحلي. لما تكون فيه المبادرة مثل الوضع اللي كنت فيه، ومشكورين أغلب الولات اللي شاركوا في حل حالة مشاكل ولا شبه مشاكل اللي كانت تعوق دون تسيير بعض المؤسسات الاقتصادية لأسباب بيروقراطية وربما لأسباب كانت تتطلب اجتهاد في القانون الإداري وغيره. إذن مشكورين، وديك النتائج القرارات اللي خديتوها اللي خلات في ظرف وجيز، يعني في ظرف 3 شهور بالتقريب، ما يقارب 600 و700 وحدة اقتصادية مجهرية صغيرة متوسطة وكبيرة، يعني فتحت وبدأت تمارس النشاط نتاعها وخلقت مناصب شغل ما يقارب 52 ألف منصب شغل في وقت اللي كان فيه تقهقر عالمي الاقتصاد العالمي، وكان فيه صعب حتى الصمود أمام الموجة اللي جات نتاع البطالة ونتاع الحمد لله، يعني وخلقت آمال على مستوى بعض الولايات، شغلت أبناء الولايات اللي كانوا بطالين، وكذلك شاركت في التنمية الوطنية في رفع النسبة المئوية نتاع التنمية الوطنية. إذن مشكورين مرة أخرى، ولكن نتمنىها ما تكونش فقط يعني سحابة برق فاتت، لا، نتمنى باش تكون هذه السيرة نتاعنا مستقبلا. السادة والسيدات الولات،
كانوا شكاوا ربما عن حق بأن فيه على كل حال خطر بالنسبة لشخصهم، ربما غدا يحاسبون على كذا ولا كذا، رسائل مجهولة. أنا شخصيا خديت بعين الاعتبار كل شيء اللي كان في بالكم الهواجس هذه، يعني منعنا الرسالة المجهولة، ومنعنا حتى لو يوم الأيام تكون فيه طلب توضيح في مشروع ما، ما يكونش في الولاية وما يكونش من طرف أمن الولاية، وما يكونش كل شيء يكون في العاصمة وتحت إشراف وزيركم ووزير ربما اللي يهمه الأمر. إذن محميين، أنا قلتها لكم نزيد نقولها بصفة رسمية، فيه الغلطة الإدارية، فيه الغلطة النسبية، ربما الإنسان اللي مقابلك يقول لك راك غلط في هذه، ولكن في الواقع هو اللي غلط لأن ترك عارف شو كدير، وفيه الغلطة المقصودة. الغلطة المقصودة راني عارف باللي اليوم الناس كلها بتعتد على شبهات وبتعدوا على هذا، ولكن هذا مش معناه باللي نزيد نواصل في هذا المنوال وربما وهذه، ما كان والو، كان التنمية الوطنية. ورانا في اللقاء آخر لقاء قلت لكم ربما المقاييس الجديدة تاع التقييم والتقويم تكون أمور أخرى، تكون في خلق المناصب، في كذا في كذا في كذا، وما الإنسان لنزيه وطني يشهد له من طرف الجميع بذلك. والمرحلة اللي فاتت مع الأسف يعني راكم شايفين كانت مرحلة نتاع اختراق خطير تاع قوانين ونتاع كذا، وانتم ما كنتش فيها، انتم بالعكس اختاريناكم على أساس النزاهة تاعكم ومعروفين بالنزاهة تاعكم. إذن الشيء اللي قمنا به السنة الماضية ماذا بينا يتجدد وتكونوا قرب بقرب لسيق نقول مع مشاريعكم والتنمية المحلية وخلق مناصب الشغل إلى آخره. إذن أساليب التسيير تتغير، مبادرات لازم تكون هي الأساس، ما ننتظرش أنا تعليمات من المركزية ولا إحنا. الغلطة اللي وقعت في وقت فات صلحناها، اليوم الوالي هو المسؤول الأول تاع الولاية نتاعه، كل المدراء خاضعين له، ولما يشوف اللي قطاع من القطاعات ما راش يشتغل ومتقاعس يوقفوا، من حقه يوقفوا، من صلاحياته باش يوقفوا، وما يتعين عنده والي مدير معروف غير كفاءة انت اول ولا بقربه من شبهات عنده الحق يرفضه. الوالي يمثل الدولة على مستوى الولاية كرئيس حكومة، هو رئيس حكومة باش القرار تاعو سود على مستوى كل ولاية ما عدا بيداغوجية، ما يدخلش بيداغوجية في أساليب التعليم، ممكن يتدخل حتى في التنظيم المؤسسات إلى آخره، ولكن ما عدا هذا، ما عدا الدفاع الوطني ولا بيداغوجي، صلاحيات كلها بين يدين الولي. إذن مشينا مع مرحلة شفتوا في بعض الأحيان مشروع جاهز ولكن المديرية المحلية ما حبش ترخص، قال أنا بعت العاصمة وراني نستنى الجواب. العاصمة، العاصمة تاعو هي عاصمة الولاية، فيش حاجة أخرى غير عاصمة الولاية، الوالي هو اللي يقرر. بهذه الكيفية يعني نقلص بين مسافة بين الإدارة المركزية بين الوزارات والولايات، لأن سنة 23 وسبق لي قلتها لكم ستكون سنة ترتع فيها يعني تزداد فيها سرعة بالنسبة للإنجاز وبالنسبة
شيء تركيز وتعزيز الشيء اللي قمنا به في سنة 2022 واللي كل الإطارات مشكورين عليه. وأؤكد هنا بأننا ماضون بلا هوادة في هذا المسعى لدعم المكاسب التي تحققت في بلادنا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، إذ سيظل عملنا في تحسين عيشة المواطن تحسين مستمر ويبقى في صدارة الأولويات الملحة التي تشمل كذلك ترقية أداء المرافق العامة وتحسين الخدمة العمومية ومواصلة رفع العراقيل عن الاستثمار واستعادة العقار غير المستغل والدفع بالقطاع الفلاحي لتحقيق مستويات إنتاج أفضل وخلق مناصب شغل للشباب وتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من متطلبات التنمية المستدامة. سنة 2022 العمل اللي قمت به واللي قامت به الوزارات مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة سواء كانت إدارية أو اقتصادية، وصلنا الحمد لله وصلنا إلى مستوى يبرز فيه إنقاذ الاقتصاد الوطني وإنقاذ الاستقلال الاقتصادي والاستقلال الوطني، وكان توقيف تام للتقهقر اللي كنا دخلنا فيه واللي كان مخيف. كما تعرفوا أن منذ سنتين أو ثلاث سنوات البلاد كانت على شفا حفرة، وبلطف من الله وبتجنيد نتاع الوطنيين الأحرار وبتجنيد نتاع المسؤولين على مختلف المستويات وصلنا اليوم النتيجة. طبعا نحسد عليها، أكيد نحسد عليها، لأن نتيجة نادرا ما توجد في هذا البحر الهائج نتاع الاقتصاد العالمي اللي يوميا يتقهقر، يوميا يميل للسلبية أكثر ما يميل للإيجابية. لهذا الأساس اليوم بالنسبة لنا قلصنا من الاستيراد. لما نقول نقلص من الاستيراد معناه ما حرمناش المواطن من أي شيء، المواطن ما يشعرش أبدا بأننا نتقشف من أجل يعني من أجل باش نحرموه من حاجة ولا هذه، عنده كل شيء اللي طلبه. ولكن الاستيراد المزيف وقفناه. ما تنسوش في وقت من الأوقات وصلنا في بلادنا هذه ثلاث سنوات ونصف كنا نستورد ما يقارب 63 مليار دولار سنويا، ما بيناتها كل شيء، يعني تبذير وضياع وتضخيم في الفواتير وكارثة. وهذاك علاش الناس كانت تتوقع باش انهيار نتاع الجزائر، لأن احتياط الصرف تاعها وصل إلى 53 مليار دولار، قال ما يشدوش سنة، ولكن الواقع ماهوش في الحجم نتاع احتياط الصرف، كان في التحكم في الاقتصاد، تحكم في الاستيراد. اليوم الاستيراد بدون ما نمنع أي شيء في البلاد تقلص من 36-38 مليار، ومازال نقلص منه لأن فيه بعض البنود مسموح بها يعني اللي وقع فيها مبالغة بالنسبة لبعض الواردات. إذن الحمد لله تقلصت المصاريف تاع الدولة، تقلص الاستيراد. بالنسبة للتصدير صح فيه أسعار المواد المحروقات، ولكن كان فيه تصدير أول مرة، قلتها المرة اللي فاتت معكم ونزيد نكررها اليوم، أول مرة في تاريخنا احنا نصدر أكثر من الشيء اللي كان يعني بتقريب سنويا كان حتى لسنة 2019 كنا نصدر ما يقارب مليار و800 مليون دولار خارج المحروقات، هذه لمدة 20-25-30 سنة.
في 21 وصلنا إلى ما يقارب 5 ملايير خارج محروقات، في 22 وصلنا إلى ما يقارب 7 ملايير خارج محروقات، ونتمنى إن شاء الله باش تضعف أكثر في سنة السنة هذه لنا فيها. إذن موارد مالية تاع الدولة تقوات من أجل بالإنتاج بالتصدير وبالحكمة في الاستيراد. بالنسبة لسنة 23 تصدير خارج المحروقات ارتفع ب 30%، 30.96%، يعني ما يقارب 31% بالنسبة لسنة 2021. المهم أن بالنسبة للاحتياط نتاعنا عكس ما كانوا يشوفوه، وانتم تعرفوا ما راكم تتبعوا سي بيان لي ريزو سوسيو اترانجي، وبالاخص كالكو ريزو سوسيو اترانجي معروفين دائما يعني يتمنوا لنا الشيء اللي ما قدروش يديروه، يتمنوا الدوله الجزائريه باش تنهار وما تنهارش. وكانوا يقولوا اكيد في نهايه 20 يمشوا للصندوق النقد الدولي، ومن بعد اجلوها 21، ومن بعد اجلوها 22، قد ما يعوقوا كالدياب قد ما الحمد لله نتاعنا دراهمنا تطلع. اليوم احتياط الصرف نتاعنا فات 60 مليار دولار بفضل الرجال، بفضل العمل، بفضل الاستثمار، وبفضل الوعي الوطني اللي راه دروك اليوم على كل المستويات. الأمور ما تتعلقش بشخص ولا شخصين، وتتعلق بكل إطارات هذه الدولة اللي قرروا باش ينقضوا الدولة هذه، والحمد لله النتيجة راها موجودة. اليوم الاحتياط اللي موجود يسمح للجزائر ولو فيه كارثة بالنسبة للتصدير تاع محروقات ولا كذا، يسمح للجزائر عندها سنتين استيراد بدون مشاكل. هذا مش معناه باللي نمشوا للتبذير، لازم نزيدوا نحاربوا التبذير ونحاربوا الطفيليين اللي عايشين بدون إنتاج، عايشين سماوي كما يقولوا. إذن نسبة التنمية وراكم تشوفوا يعني ما نقارنش روحي أنا بدول العظمى، لأن الدول العظمى تبقى دول عظمى، ولكن دول في مستوانا الحمد لله. اليوم لا كرواسونس تاعنا انويال اتي دو 4.1%، نسبة النمو 4.1%، قليل الدول اللي فاتت 1.5%. هذه الدولة اللي كانوا يشوفوا باللي غادي تنهار، راها الحمد لله لا كرواسونس طلعت، وطلعت بالقرارات اللي خديتوها كما قلت لكم بالنسبة لتحرير المصانع وتحرير هذه، ونزيدوا نسهلوا للمستثمرين باش يزيدوا يخلطوا الثروة وتزيد نسبة التنمية تاعنا تطلع. احنا نتمنى ان شاء الله باش في سنة هذه السنة هذه 2023 باش نسبة النمو تزيد تطلع الى فوق 5% ان شاء الله. بالنسبة للانفلاسيون التضخم مازال في مستوى بالنسبة لنا غير مقبول، ولكن بالنسبة للتضخم اللي موجود في المستوى العالمي وعلى مستوى أغلب الدول تاع العالم، كان بعض الدول اللي عندها تضخم برقمين، الانفلاسيون دو شيفر، كان احنا عندنا اليوم تضخم راه في يدور حول 9%، ونتمنى نزيدو نقلصوه. وعلى هذا الأساس نفتح قوس، ما بغيناش ندخ أموال أخرى في مرتبات وغير مرتبات حتى ما نزيدش نرفع نسبة التضخم، ونصبح بهذه الكيفية هذه ما درنا والو. إذا كان المواد ترتفع وكذا يعني ما رفعتلكش قدرة الشرائية تاعك. اقتصادنا اليوم راه متحكم فيه، وسبق وقلت باللي ما كانش فيه مقاييس اقتصادية وما كانش فيه، اليوم كل قطاع راه يحاول يدخل في إطار بناء اقتصاد يعني مقاوم لكل
للأزمات ونوصلوا لها إن شاء الله. إن شاء الله سنة 2023 نتمناها كلنا باش تكون سنة تاع نجاح اقتصادي، نجاعة اقتصادية، وانت رفع مستوى المعيشة تاع المواطنين، ورفع احتياط الصرف، ورفع وتقليص من التضخم إن شاء الله. بالنسبة للنتائج كذلك راكم شفتوها، لأن احنا بالنسبة لنا وهذه أمانة على كتافنا، المواطن 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 ثم المواطن، تكلم عن المواطن الصالح بالطبع، نحاول بقدر الاستطاع رغم الشيء اللي راه موجود في العالم، الأزمة راها عالمية، فيه دول يعني متطورة جدا وربما سبقتنا بسنوات وسنوات تاع تطور التقدم، ولكن اليوم يعانوا من قلة شيء، يعانوا من تغذية، يعانوا من هذا، يعانوا الدخل تاعهم تقلص إلى آخره. احنا نحاول بقدر الاستطاع باش المواطن ما يشعرش بزاف بالأزمة هذه. نهار اللي ارتفعت الأسعار بصفة جنونية المواطن ما شعرش بها، الخبز تاعو كان يديه بسعر ولا بقى بنفس السعر، الزيت نتاعو بقى بنفس السعر، السكر بنفس السعر، العجائن بقات بنفس السعر، معناه في واحد اللي يدفع في مكان مواطن اللي هي الدولة. نواصل في هذا المنوال، نواصل من هذا المنوال حتى نوصل الدخل نتاع المواطن يسمح له يعيش عاديا بدون تدخل أي مؤسسة من المؤسسات، ما زلنا بشوية بعد عليها. إذن احنا عارفين باللي المرتبات والدخل الشهري بالأخص تاع الموظفين ما يكفيش، عارفين هذا، علاش نطلب الصبر حتى نوصل إن شاء الله في نهاية 2023 بداية 24 نكون رفعت الأجور بنسبة 47% بالتقريب، يعني نصبح المرتبات مقبولة بالنسبة للمعيشة، وإذا زدنا خفضنا من أسعار نتاع الإنتاج الحمد لله، الحمد لله تصلح الأمور بصفة نهائية وبصفة دائمة. بالنسبة لخلق المناصب طبعا يعني الشيء اللي انطلقتوا به على مستوى كل ولايات، هذه 500 ولا 600 وحدة إنتاج زائد الوحدات اللي هتنطلق هالأيام عندكم، فيه سنة 23 يكون فيه إنتاج قوي، أنا متحقق منه إن شاء الله. سنة 23 تمنى وشبه متحقق يعني يكون عندنا مثل ما قلتها لكم أول إنتاج وطني 100% متاع الزيت الطويلة، كان فيه مستثمر كانوا معرقلين له مشاريعه، فتحنا له المشاريع ودرنا تحت حماية الدولة والقانون لأول مرة، قلتها من الحقل من الحبوب الزيتية اللي ننتجها حتى المصنع حتى المواطن، كل شيء جزائري 100% تطلع شان سرعة جزائرية، لأن اليوم رانا نستورد الزيت الخام ونصفه، إذن باش نفوت الإنتاجنا الإنتاج الجزائري 100% تاع الزيت. ونتمنى كذلك باش سنة 2023 ننطلق بأول مصنع نتاع سكر جزائري إن شاء الله، شمندر ينتج ما بيطراف سكريات تنتج في الجزائر وتحول إلى سكر في الجزائر، كما نرى لشان تاعنا أليمونتير من الحقل من الفلاحة للصناعة للمستهلك إلى آخره، هذا هو بناء الاقتصاد. بناء الاقتصاد ما هوش نستورد 99% تاع الشيء اللي نحتاجه اللي ما نحتاجوش. إذن إن شاء الله سنة 23 أنا نتمنى باش السادة والسيدات الولات يعني يكونوا يقيدين جدا ويكونوا كذلك منسجمين مع سياسة الدولة، حاولوا بقدر الاستطاع باش تخلقوا مناصب شغل. إذن الوالي لما يتحاسب نجح ولا ما نجحش، ما هي التسهيلات اللي خلات يعطاها اللي خلات تخلق مناصب شغل،
ما هي مشاكل العقار اللي يفتحها اللي حلها، ما هي إلى آخره. إن شاء الله تنجحوا في المهمة تاعكم، وأنا متأكد منها إن شاء الله، لأن وزارة الداخلية خدات طريق صحيح. دروك والي الولاية ما هوش إلا مسؤول إداري، إحنا بالنسبة لنا راه مسؤول تاع قطعة من 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 الوطن الغالي هذا، راه مسؤول اقتصادي ومسؤول أمني ومسؤول إداري ومسؤول سياسي. هذه هي المهمة تاع الوالي، سي لا شوفي اوفريير دو ليتا الجزائريا. طبعا بالطبيعة يعني الجزائر تشهد حاليا ديناميكية واضحة في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المحلي والوطني، أصبحت بالفعل جزائر جديدة تتغير فيها الذهنيات والمفاهيم، جزائر جديدة نسخر فيها مقدراتنا المالية والبشرية لخدمة الشعب. زمان كانت الناس تشوف زير زير زير، اليوم المسؤولين بنفسهم يحاولوا يسهلوا الأمور لخلق مناصب شغل، لخلق ثروة، لخلق الثروة الوطنية، وهذه الذهنية تغيرت. أنا بالنسبة لي المتعامل الاقتصادي ليس لا طفيلي ولا خصم، رفيق درب، ولكن باحترام القانون. إذا كان رخص استثنائية أحسن واحد يشاور، لما كان يعني ممكن المنطق يقول لازم نرخص له باش يدير كذا وكذا، ما عليش الرأس الوزارة الأولى ولا الرأس الوصاية، والجواب أكيد يجيكم إيجابي ويسمح لكم باش تاخذوا قراراتكم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن نتمنى قطيعة نهائية مع أساليب هدر المال العام وسطوة المال الفاسد الذي ما زال بقاياه ورواسبه المقيتة تغذي بؤر مقاومة التغيير هنا وهناك، والتصدي لها بحزم في كل حين بسلطة القانون وفرض هيبة الدولة. هيبة الدولة يشعر بها المواطن، لأن الدولة رجعت هيبتها نوعا ما، مازال في نصف الطريق، ولكن الهيبة مش ظلم، مش تسلط. الأوتوريتي نبقى الأوتوريتاريزم، الأوتوريتي هي ما سمحش في خرق القانون مع الكبير قبل الصغير، ولكن أساليب حضرية، أساليب اللي تخلي الظالم ظالم. لما نفوت الأسلوب آخر، أسلوب تسلط، الظالم يصبح مظلوم. إذن أن بو دو تاكت، الولي راه في القمة تاع المؤسسات المحلية. إذن يعني إنشان دو كوموندمون توصل حتى الإنسان اللي يخرج في الميدان ويعاقب ولا يدير عقوبة مالية ولا كذا، أما الولي يبقى الفوق ولكن ما يسمحش في حق الدولة. دونك لوتوريتي وي، لوتوريتاريزم نو. ده هو لقد اكتشف الشعب الجزائري مؤخرا أرقاما مهولة من الأموال التي نهبت. ما نقولش عفى الله عما سلف، نحاسبوا على اللي سلف، ولكن ما نعاودوش نكرروا الغلطات هذه اللي، والشعب الجزائري ما اعتقدش انه يغفر في يوم من الايام اليد اللي آتمة اللي تمدت المال تاعو، لكن هو الشعب هذا. وحنا اليوم جندين اكثر مما مضى لمحاربة الفساد، وما تبقى من الفساد وما تبقى من المفسدين وما زالوا باقيين، ونجعل من هذا العهد إن شاء الله عهد دولة الحق والقانون التي لا تعلو فيها مصلحة فوق مصلحة المواطن. بهذه المناسبة فيه ما زال فيه أموال مكدسة مدفونة، وهذه آخر نداء، آخر نداء لإخواننا
للأموال هذه ما راهاش مستعملة في الاقتصاد الوطني باش يدخوها في الاقتصاد الوطني. أعطينا ألف وألف 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 ضمان باش الأموال هذه ما تجيش تفسد الاقتصاد وتخلق التضخم باش تشارك في التنمية الوطنية. أي وضعها في البنك، قلت ربا ما ربا، افتحنا بنوك إسلامية ما فيها لا 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 فوائد ولا غيرها، أوضع دراهمك ادي سندات، والسندات هذه تقدر تستعملها باش تبحث دير مصنع ولا دير سندات نفعك. لما تحتاج مال باش دير عملية تجارية تفضل روح سحب إلى آخره. علاش باقي المال مقدس مكدس وحنا يعني نتمشوا يعني ماشي صعوبة، ولكن كانت تكون عندنا أكثر أريحية بالنسبة ل وبالإضافة إلى لما المال هذا يرجع يوضعوه في المؤسسات المالية تاع البلاد، يعني حتى التضخم ينقص وقيمة الدينار تطلع وإلى آخره، ما في إلا الفائدة ليهم، وهما كذلك عندهم فائدة لأن الأموال هذه ما هيش مضمونة، ممكن تتسرق، ممكن تتحرق، ممكن تديها مصائب أخرى. إذن ماذا بينا يوضعوا المال تاعهم. هذا آخر نداء إخواننا هذا إن شاء الله. من بعد أخذنا إجراءات معناه باللي هذا هو الصبر انتهى وبلغ السيل الزبا. بالنسبة لهيبة الدولة والسلطة، احنا ربما نمتاز حاليا مؤسستين اللي ربما ما هيش موجودة في دول مثلنا، دول العالم الثالث. هي أولا المرصد الوطني للمجتمع المدني. المرصد الوطني هذا يعني يمثل المواطن بكل أطيافه، فيه تنظيمات على مستوى المواطنين، فيه تنظيمات على مستوى الوطن، يتمثل هيئة تمثل هيئة خيرية، هيئة متخصصة في الاقتصاد، في الطب، في كذا، في هادو مؤهلين دستوريا باش يتكلموا باسم المواطن اللي ماهوش ممثل في هياكل منتخبة ولا في التنظيم تاع الدولة. هذا ما سموه احنا المرصد تاع المجتمع المدني، راه مبني على كل الجمعيات اللي عندنا في البلديات، في الدوائر، في الولايات، على مستوى الوطن. نتمنى باش السادة الولات على مستواهم في كل ولايات باش يخلقوا صيغة مع المرصد الوطني للمجتمع المدني، كيف يتلاقوا مرة في الأسبوع، مرة في الشهر، ولا مرة في شهرين، ولا ويدرسوا مع بعض المشاكل اللي مطروحة في الساحة نتاع ولايته، في بلدية ولا في دائرة. الحوار 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 الحوار، وما هوش باللي يجي يقول أنا باسم الشعب، لا، الشعب راه عنده المنتخبين تاعو وعنده الهيئات الدستورية هذه اللي تمثلوا، يتكلموا باسم الشعب. إذن حاولوا من هذا الاجتماع هذا باش تكون عندكم صلة مع المرصد الوطني للمجتمع المدني، حاولوا كذلك باش تكون عندكم صلة بمنظمة الشباب اللي هي كذلك مدسترة المجلس الأعلى للشباب. احنا نفتخر به لانه افتح باب كان مغلوق وعمره ما تفتح، باب الحوار مع الشباب تاعنا، حوار منظم، حوار دستوري، حوار حضاري، وحوار وطني، كله وطنيه وروح وطنيه عاليه في الشباب تاعنا. اذن نخلي الحوار هذا يقلص المشاكل ويقلص النزاعات،
إذن كل ولي راه عنده باتصال مع الأمانة الوطنية نتاع الشباب نتاع المجلس، يتفاهموا على شكون الشباب اللي يمثل المجلس في الولاية الفلانية، ويكون عنده صلة مباشرة مع الوالي يستقبلهم في الوقت، يديروا رزنامة كل شهر كل 15 يوم ولا لما تقتضي الظروف ضرورة بصفة استعجالية، ولا كان الحوار الوطني يوصل إلى مستوى المواطن بصفة منظمة، مش كل مرة نشوف واحد جايب لي 20 واحد جايب 50 واحد جايب 100 ويغلق بهم الطريق ويهدد بهم رئيس البلدية ويهدد. هذه أمور مشبوهة، يعني اليوم القنوات مفتوحة الحوار غني ما حبش، أما باش يجي واحد من الناس اللي كنا نتكلم عليهم لكسروا هذا الاقتصاد الوطني، يدفع قال خلق مشاكل الوالي راه خلق مشاكل كذا، دير سيتين دير هذه دير هذه بأموال مشبوهة حذاري. اليوم كل المواطنين إما من خلال مرصد المجتمع الوطني وإلا المجلس الأعلى للشباب تفضلوا، وقلنا هذا يتعلق بالولايات برؤساء البلديات بكل من لهم سلطة القرار بمستوى ما، أن ما يفوت حتى قرار يتعلق بالشباب إذا كان ما شارك الشباب في القرار. هنا قالوا مكة أدرى بشعابها، قال بغينا نديروا الشباب تاعنا كذا، يا سيدي عيط للممثلين تاع الشباب قال واش بغينا نديروا لكم، يقول لك كتر خيرك ولا يقول لك هذه ما تنفعناش، الا ما تنفعش علاش تمشي تضيع دراهمك فيها ولا تضيع التنظيم فيها. بهذه الكيفيه نخلق مجتمع متناسق متكامل ماشي في اتجاه واحد اللي هو تنميه البلاد وحمايه الوطن من كل ازمات حقيقيه ولا المفتعله ان شاء الله. بالنسبه للجماعات المحليه بصفه عامه، السنه هذه ان شاء الله تكون سنه تغيير قانونين، قانون البلديه وقانون الولايه، واقول مش تصحيح تغيير، لازم دراسه معمقه حتى نوصل الدور تاع المنتخب دور حقيقي في البلديه، نعطيه السلطه تاعو نعطيه الصلاحيه تاعو، مادام انتخبوا الشعب يسير امور الشعب تحت رقابه القانون فقط بالنسبه لصرف الاموال وبالنسبه لهذه، ولكن باش يبقى يعني رئيس البلديه مجرد يعني منفذ لقرارات الدائره ولا لقرارات الولايه، هذه أنا نبعدوا بها عن الديمقراطية. رئيس البلدية رئيس المجلس الشعبي الولائي عندهم صلاحياتهم، ونزيد ندعم صلاحيات في هذه القانونين اللي هم جايين حتى نشارك مع بعض في خلق الثورة في حل مشاكل البلاد وفي تنمية البلاد. ما فيش واحد يعرف واحد ما يعرفش، واللي جابوه الانتخابات مرحبا به سواء على المستوى المحلي ولا على المستوى الولائي. هذه هي الديمقراطيه الحقه، مش ديمقراطيه تاع تلغبيب ومن بعد يدافعوا عليه من الخارج وقال هذا وهذا هذا. المواطنين عندهم ثقه فيه يمثل المواطنين يسير بهم امورهم بالشيء اللي ما يتنافاش مع القانون، وباش يعرف المنتخب ما يتنافى وما لا يتنافى مع القانون لازم تكوين، ولازم وزاره الداخليه تقوم بدور يعني بصفة دورية بتكوين المنتخبين المحليين بالأخص على مستوى البلديات، باش يعرف الصلاحيات نتاعو، يعرف لا ينجم يعطي العقار ما يعطيش العقار، لا ينجم يخلق ثروة بالكيفية فلانية، كيفاش يستعمل الميزانية نتاعو كيفاش، هذه هي. ويصبح يعني فعال في الحق الاقتصادي وفي إذن القانونين هذو إن شاء الله يجوا باش يتموا الهيكل بناء هذه الدولة الجديدة اللي نطمح لها كلنا، أن كل الناس تشارك فيها، تشارك فيها الشاب، تشارك فيها المجتمع المدني، تشارك فيها المنتخب،
بهذه الكيفية نبتعد بصفة نهائية عن الحكم الفردي وعلى التسلط وعلى القرارات السلطوية. هذا هو إن شاء الله. بالنسبة للمواطن بيان سير، المواطن دائما عنده أمل في الدولة نتاعو، كما قلت لكم مثل ما تكون أداة اللي تخليني باتصال مع المجتمع المدني، أداة كذلك تخليني باتصال ضروري مع الشباب تاعنا، فيه تصنت كذلك الاستماع للمواطن في مشاكله الشخصية، ماشي مشاكل تاع هيئة ولا تاع مشاكل شخصية تاعو. كل سلطة على مستوى المحلي ولا على مستوى لازم يكون عندها نهار ولا يومين في الأسبوع لتستقبل فيه. احنا درنا الوسيط، وسيط الجمهورية. وسيط الجمهورية ماهيش إدارة موازية، وسيط الجمهورية الشغل الشاغل تاعو هو الاستماع للناس، لازم يسمع للناس، وكل الناس من المواطن البسيط إلى المقاول إلى غيره. ولما يشوف باللي قادر هو يصلح الأوضاع اللي تسبب فيها إداري ولا يصلح، ما قدرش يصلحها محليا، يرفع التقرير تاعو إلى المستوى المركزي. لأن لا دخلنا في مجتمع واحد ما يسمع الآخر، هذه عارفين وين توصل. كل واحد قاعد في ركنه ويسب في الآخر ويأمر على الآخر، لا. كاين مواطنين عندهم مشاكل حقيقية، والمشاكل أغلب المشاكل معروفة أنت عنه. في بعض الأحيان قضية أرض، قضية ميراث، قضوا لهم الأرض ما خلصوهمش، تعدوا لهم على أرضهم، داروا على ممتلكاتهم إلى آخره إلى آخره إلى آخره. أنا نسمع لهم ونحل هذه المشاكل باش ترجع الهدوء والطمأنينة في قلوب المواطنين وفي الشارع الجزائري إن شاء الله، وكل واحد يشعر بأنه مواطن كامل الحقوق. إحنا جمهورية شعبية، إذن لازم نسمع للمواطنين. والمواطن اللي غلط تكون عندي شجاعة أقول لك غلط، أنت هذه الرغبة تاعك، ولكن مع الأسف القانون ما يعطيش الحق، يعطي الحق للخصم تاعك. هذه بغض النظر على الشيء اللي تقوم به العدالة، العدالة حرة، واحد ما يدخلها في خدمته. إذا نطلب منكم أكثر حضور وأكثر تقرب مع المواطنين إن شاء الله. ما نطولش عليكم كثير، هذه ما أبغيش نقرأ الكلمة كلها، هذه مجرد توصيات. كذلك ما نخوضش في غمار الدبلوماسية الجزائرية. الحمد لله راكم تبعتوا انتم السنة اللي فاتت، الجزائر انتصرت، وأي انتصار اللي كانوا يتمناوا لنا انهيار اقتصادي الوقائع كذبتهم، اللي كانوا يتمنوا باش ألعاب البحر الأبيض المتوسط ما تكونش، وإذا كانت تكون كارثة، الحمد لله فاتت، والشعب الجزائري برهن على الوطنية نتاعو حتى في الرياضة. وشاكر كل من شاركوا في النجاح هذا، من أبسط مواطن إلى المسؤولين اللي نظموا المهمة هذه. بعدها ثالثها أنتم شفتوا اجتماع القمة العربية في الجزائر، يعني كثير الأغلبية كانوا متشائمين كثير على أساس أنها ما تكونش. علاش؟ ما نش عارف. اللي يقول لك اللي ما يبغيكش وما قدر لكش يتمنى لك يشوفك في منا مشين. تمنوا الاجتماع ما يكونش والقمة ما تكون، والحمد لله القمة كانت، وكان أكبر مناسبة، أكبر نسبة في المشاركة في كل القمم اللي فاتوا، وخرجنا الحمد لله بوثيقة تاع لم الشمل الحقيقي، وبالأخص لم الشمل الفلسطيني، ورانا مواصلين.
ورانا مواصلين مع الأشقاء الفلسطينيين باش نفوت المرحلة الثانية ثم المرحلة الثالثة والأخيرة إن شاء الله. إذن كانت انتصارات دبلوماسية كبيرة للجزائر في نتمنى احنا كنا نتمنى باش سنة 2022 تكون في حل الشقيقة ليبيا، ولكن مثلا متفائلين أمورها تتحرك من طرف المسؤولين الليبيين إيجابا بالتقريب إيجابيا، ونتمنى إن شاء الله باش آخر 23 تكون فيه انتخابات اللي تخرج نهائيا الشقيقة ليبيا من النفق اللي دخلت فيه منذ 11 سنة إن شاء الله. بالنسبة الصحراء الغربية احنا ما نتخلش عليها، حقهم حق تام تقرير مصير. القرن 19 طويناه تطوى خلاص باستقلال الجزائر، كل ما كان باقي من القرن 19 تطوى خلاص. إذن اليوم نفوت تقرير مصير تاع الشعوب، والجزائر ناضلت مش إلا من ناحية الصحراء الغربية. الصحراء الغربية قضية مبدئية، نظرنا من أجل التيمور ليست، نظرنا من أجل القمر، نظرنا من أجل هادي، نظرنا كل أمور فاتت بسلاسة إلا هالقضية أصبحنا إحنا عديان. ملف موجود حاليا في الأمم المتحدة في لجنة تصفية الاستعمار، ماهوش في لجنة مساعدات الغذائية ولا لجنة تصفية الاستعمار. نهار اللي تفصل الأمم المتحدة هذا هو الكلام. إذن قضية الصحراء ما تخلاش عليها أي ثمن، لأنها قضية مبدئية بالنسبة للجزائر. إذن احنا إن شاء الله ناضل كل قوتنا من أجل هذه القضايا، قضية الصحراء، قضية الفلسطينية، قضايا العادلة في العالم. هذه هي السياسة تاع بلادنا، هذه هي بصفة عامة الدور اللي لعبته الجزائر في الدبلوماسية، بالدبلوماسية القوية نتاعها في سنة 2022 سنة 2023 إن شاء الله طموحات شعوب صديقة تتحقق، كذلك طموحات الجزائر. نتمنى باش سنة 23 فلسطين تصبح عضو كامل الحقوق في الأمم المتحدة، دولة قائمة كلها مستعمرة ربما ولكن دولة ما هو شتت. الدولة الفلسطينية إن شاء الله تكون، إن شاء الله تمن تكون إذن كما مثل ما قلت انتخابات الشقيقة ليبيا، وتكون في حل يرضي الجميع مش على حساب الشعب الصحراوي أكيد، ولكن حل اللي يخلي هذه الأزمة طالت تتحل إن شاء الله. والجزائر مهما كان الحد ساعد في كل الحلول اللي قبله الشعب الصحراوي ما نرفضوش حنايا، وما نفرضش على الشعب الصحراوي الشيء اللي ما يقبلوش. إذن هذه الملفات الثلاثة إن شاء الله احنا نناضلوا من أجل السلم في العالم. اتجاهنا واضح، احنا اتجاهنا عدم الانحياز، الدول العظمى هذه كلها صديقة، ما ننظر في فلك حتى نتاع دولة، لا شرقا ولا غربا ولا الصين دولة صديقة، الهند دولة صديقة، روسيا دولة صديقة، الولايات المتحدة دولة صديقة، أوروبا دولة صديقة، إلا من رفض صداقتنا، صداقتنا. اللي رفض الصداقة الله يسهل عليه، جاية منه ما جايش منا احنا. وإن شاء الله سنة 23 نتمنى هالبلادنا ونتمنى هالحضور كلهم إن شاء الله سنة نجاح وسنة
نزيد نواصل فيها المسيرة بسرعة أكثر، وما أكيد النتيجة في آخر المطاف ما تكون إلا إيجابية. وفي الأخير تحية الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. السلام عليكم.